الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين توكلنا على الله رب العالمين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل صيامكم وقيامكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الرمضاني أحكام الصوم الذي نتناول فيه وموضوع هذه الحلقة هو زكاة الفطرة، وبذلك نكون قد أتينا على آخر الأبواب التي أردنا أن نعرضها عليكم في هذه العجالة، بالنسبة إلى زكاة الفطرة ورد الحديث عنها في روايات أمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ففي حديث الإمام الصادق عليه السلام قال إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ويقصد بذلك زكاة الفطرة والزكاة في اللغة بمعنى النمو والزيادة كما تعبر العرب بزكى الزرع يعني نما وطاب ومنه قوله سبحانه وتعالى أقتلت نفسا زكية بغير نفس اما اذا اردنا ان ناتي الى هذا المصطلح في كلمات الفقهاء وفي كلمات الشارع المقدس فالصدقه او الزكاه هي اسم للصدقه الواجبه من المال على اعتبار ان لدفع هذا الحق الشرعي اثر على حياه الانسان بمعنى انها تزكي صاحبها ويصبح من الطاهرين المطهرين ولعله الى هذا المعنى يرشد قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ويقول الإمام الصادق عليه السلام في أهمية هذا الحق المالي، مبدأ الزكاة في التشريع الإسلامي له بعد اجتماعي وأثر وضعي بالغ، لأنه بإخراج الأغنياء للحق الشرعي من أموالهم تلغى حالة الطبقية ويرتفع من المجتمع حاله الفقر وحاله الحرمان وحاله المسكنه وحاله الاعواز ولذلك يقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم يعني الله سبحانه وتعالى الحق الذي فرضه على مال الاغنياء الله عز وجل يعلم علما يقينيا ان هذا المقدار من الحق الذي يخرجه الاغنياء يوفي بمتطلبات وحاجات الفقراء والمحتاجين، لذلك علل الامام واشار قال ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضه الله عز وجل، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم، لا مما فرض الله لهم يعني حتى ما يتصور متصور ويظن انسان ان حاله الفقر التي تنشا في المجتمعات هي وليده القصور في الحكم الشرعي والعياذ بالله الامام عليه السلام يقول لا ان هذه المساله ليست من فعل الله سبحانه وتعالى لان الحق الذي فرضه الله عز وجل في في مال الاغنياء يكفي الفقراء والمحتاجين ولو كان في هناك ضروره للتشريع نسبه اكثر من ذلك لكان الله سبحانه وتعالى شرعه ثم قال ان حاله الفقر والحرمان التي يعيشها الناس انما هي من بخل الاغنياء، انما هي من منع الاغنياء، دفع حق الله سبحانه وتعالى الى الفقراء والمحتاجين في المجتمع، لذلك قال الامام عليه السلام: ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم، حاله الفقر التي يعيشونها يعني هذه الجريمه في اعناق الاغنياء والمترفين من ابناء المجتمع. لا مما فرض الله لهم، ولو ان الناس ادوا حقوقهم كانوا عائشين بخير. ولو ان الاغنياء اصحاب المال ادوا ما عليهم مما وجب الله سبحانه وتعالى عليهم من زكاة وخمس وما شاكل ذلك، لكان الفقراء والمحتاجين انعدمت حتى هذه الظاهره بين اظهر الناس بصوره مطلقه. هذا كان الحديث حول الحق الواجب حول الزكاة أو الحق المالي أو الصدقات كعنوان عام ضمن هذا الإطار يندرج موضوع زكاة الفطرة والتي عبر عنها في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وحتى أو في بعض كلمات الفقهاء أنها زكاة الأبدان أو زكاة الرقاب وهي التي تجب بالفطر من رمضان المبارك يعني لما يفطر الإنسان الأول يوم من أيام عيد الفطر المبارك الواجب على الإنسان أن يخرج من ماله زكاة الفطرة، ووجوبها ثابت بضرورة الدين تماما كوجوب الصلاة وزكاة الأموال، لذلك يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطر، يتابع الإمام، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، يعني الذي ينقصها من صلاته يحكم ببطلان صلاته قال لانه من صام ولم يؤدي الزكاه فلا صوم له اذا ترك متعمدا، نعم ويندرج في عنوان الزكاه زكاه الفطر، وهي التي قد تسمى بزكاه الابدان وزكاه الرقاب. وزكاه الفطر هي الزكاه التي تجب على الانسان بحلول يوم الفطر، يوم عيد الفطر المبارك تشتغل ذمه المكلف بزكاه الفطره. ووجوبها طبعا ثابت بضروره الدين تماما كما تجب الصلاه على المكلف وكما تجب الزكاه في مال الانسان بصوره مطلقه. ولهذا المعنى اشار الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث قال عليه السلام ان من تمام الصوم اعطاء زكاه الفطر. من تمام الصوم ان يدفع الانسان زكاه الفطر كما ان، الامام يتابع، كما ان الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم من تمام الصلاه لانه من صام ولم يؤدي الزكاه فلا صوم له. تامل المعنى، نحن في صلاتنا لا يجوز للمكلف ان يترك الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. واذا تعمد تركها بطلت هذه الصلاه وبطلت هذه الفريضه. الامام عليه السلام يشبه مبدا الزكاه، زكاه الفطر بمبدا ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاه. فقال عليه السلام كما ان الصلاه عليه صلى الله عليه واله وسلم لا من تمام الصلاه لانه من صام ولم يؤد الزكاه فلا صوم له اذا ترك متعمدا ولا صلاه له اذا ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى قد بدا بها قبل الصلاه يعني الله عز وجل بدا بالحديث عن الزكاه قبل الحديث عن الصلاه فقال عز وجل في محكم التنزيل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إذا زكاة الفطر أيضا هي من تمام الصوم وهي من الواجبات التي تشتغل ذمة المكلف بإتيان يوم عيد الفطر المبارك ورد عندنا في بعض الروايات الإسلامية والرواية لعلها منقولة عند أهل العامة أن صوم الإنسان يبقى معلقا بين السماء والأرض حتى يدفع المكلف زكاة الفطر هذه الرواية موجودة في مصادر العام، أنه الصوم هذه الفريضة التي يتعب الإنسان في أدائها طيلة شهر رمضان المبارك يبقى معلقا كناية العلو عن استجابة هذا العمل وقبول هذا العمل من قبل الله تعالى، يبقى معلقا بين السماء والأرض إلى أن يدفع المكلف ما عليه من زكاة الفطر. بالنسبة إلى وجوبها، على من تجب زكاة الفطرة؟ أولاً تجب على كل بالغ عاقل مالك لقوت سنته أن يخرج زكاة الفطرة ليس عن نفسه فحسب بل حتى عن من يعول به، فإذا يجب على المكلف البالغ العاقل المالك لقوت سنته أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ومن يعول به، بغض النظر سواء كان هذا الذي ضمن رعاية المكلف قريبا منه او بعيدا، صغيرا كان او كبيرا، وحتى الفقهاء ادخلوا مسألة الضيف، الضيف الذي ينزل عند الانسان قبل دخول ليلة عيد الفطر، او حتى بعد دخولها كما على رأي بعض الفقهاء قال يدخل هذا الضيف ضمن عنوان عيال المكلف، وبالتالي فالواجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أبنائه وعن من يعول حتى الضيف الذي يدخل على الإنسان فهذا أيضا يجب على الإنسان أن يدفع فطرته، طبعا هناك شبهه لعلها ترد في أذهان الناس أنهم يظنون أن مبدأ الضيف يعني وهذه دارجه كثيرا في مجتمعاتنا يأتي الضيف مثلا بعنوان أن يتناول مثلا طعام العشاء كما هو متعارف عند العزائم والولائم بينزل الضيف لساعات محدوده ساعه او ساعتين يتناول المفطر، فكثيرا ما نسال ان هذا تجب علينا او يجب علينا ان ندفع عنه زكاه الفطره، واقع الحال ان الضيف الذي ياتي فقط بعنوان ان يتناول طعام العشاء ثم يغادر هذا لا يصدق عليه انه من ضمن العيال. نعم لو جاء هذا الضيف ونزل عندك وبقي عندك فتره الليل نعم هذا مما يعتبر بالمنظار العرفي انه ضيف وانه من ضمن العيال، ففي مثل هذا المورد نعم يجب عليك ان تدفع عنه زكاة الفطرة، والى هذا المعاني يرشد يعني بعض الاحاديث عن الامام الصادق عن الامام الصادق عليه السلام قال تجب الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل انسان منهم صاع من حنطة او صاع من تمر او صاع من زبيب. وسئل عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر ايؤدي عنه الفطره قال الامام عليه السلام نعم الفطره واجبه على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير حر او مملوك تقبل الله اعمالنا واعمالكم الى الملتقى في حلقه جديده دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته